بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، اليوم ندخل على موضوع الذائبية. مفهوم الذائبية أكبر كتلة من المذاب وأكبر كمية من المذاب يمكن أن تذيب في 100 جرام من المذيب معين. ممكن أن تذاب في 100 جرام من مذيب معين، وهذا يتوقف عند حرارة معينة وضغط معين، عند درجة حرارة معينة وضغط معين. في عندي عدة عوامل تتأثر في الذائبية، تتوقف على ذائبية أي مادة في مذيب معين، اللي هي طبيعة المذاب والمذيب ودرجة الحرارة والضغط. يبقى هذا مفهوم الذائبية، أكبر كتلة من المذاب يمكن أن تذوب في 100 جرام من مذيب معين عند درجة حرارة معينة وضغط معينة. وفي عندي عدة عوامل، ثلاث عوامل، اللي هي طبيعة المذاب والمذيب اللي تتوقف على ذائبية المادة في مذيب معين، طبيعة المذاب والمذيب ودرجة الحرارة والضغط. في عندي صفحة 73 قواعد للذائبية. قواعد الذائبية مهمة كثير. أي المعقدات التي بدأ في مثالها بدخله لكم ونحل السؤال مع بعض. سؤال صفحة 73 بقول لي أي المعقدات الآتية ذائب ويهم غير ذائب في الماء بالاعتماد على قواعد الذائبية. أول مركب MnSO4 MnSO4. لو تطلعوا على القاعدة رقم 4، جميع أملاح الكبريتات اللي هي الأسوفور ذائبة، باستثناء المركبات اللي عندي، كبريتات اللي عندي كلهم هذول ايش بكونوا؟ غير ذائبين. طب هذا المنغنيز مش منهم، يبقى هذا المركب ايش بقول عنه؟ ذائب في الماء. المركب الثاني CuS، لو تطلعوا على القاعدة رقم 5، جميع أملاح الكبريتيد غير ذائبة باستثناء الفلزات القلوية الترابية والأمونيوم. هذا مش أمونيوم، هذا كبر نحاس، والنحاس مش فلز قلوي ترابي، يبقاش أو فلز قلوي سوري، إيش بكون هذا؟ غير ذائب في الماء. المركب الثالث هيدروكسيد الباريوم BaOH الكل اثنين. طلعوا لي على القاعدة رقم 6، جميع الهيدروكسيدات غير ذائبة، وكل الهيدروكسيدات غير ذائبة باستثناء هيدروكسيدات القلوية الترابية اللي هي من ضمنها BA، يبقى هذا شو بكون؟ ذائب في الماء. المركب الرابع اللي هو Ca3BO4 كل اثنين، ايش اسمه هذا المركب؟ فوسفات الكالسيوم. بضل معك واجب تشوفوه وبناء على اي قاعدة بتحلوه، هل هو بتحلوه بناء على اي قاعدة، هل هو ذائب او غير ذائب في الماء. ننقل على شغلة مهمة اللي هي المعادلة الأيونية الصافية. لو كانت عندي مركب بهذه الطريقة، أي مثال موجود عندي في الكتاب، مثال صفحة 74 بقول لي بتفاعل محلولين نترات الرصاص ويوجد البوتاسيوم. هاي نترات الرصاص رمزة BbNO3 بكل اثنين زائد يوجد البوتاسيوم. هذا محلول وهذا محلول، يعني في حالة ايش؟ أكياس، يعني محلول ماء AQ أكياس. ايش بديني؟ KNO3 زائد BB يوجد الرصاص I2، وهذا عبارة عن محلول أقياس، وهذا عبارة عن إيش؟ راسل سوليد. بدنا نوزع المعادلة. لاحظوا لأنه كري هان اثنين بدي هان اثنين، اليود هان اثنين بدي هان اثنين، يبقى المعادلة إيش؟ مادة موزونة. هاي المعادلة الكيميائية الموزونة. أول إيش بدي أكتب المعادلة الأيونية؟ هاي المعادلة الأيونية يعني بدي أفكك الأيونات. المعادلة الأيونية البيبي ها بده فوق هذول الاكياس، صافيس كله ذايب في الماء، بده يتحلل الايونات، الايون الشق الموجب والساري. البيبي موجب 2 زائد NO3 سالب 1، وعندنا 2 هيها 2 زائد 2 كي موجب 1 زائد 2 اي سالب. مرات بكتب سالب 1 وسالب نفس الشيء، موجب 1 نفس الشيء. بدي الاثنين هذا للكل زائد الاثنين هذا للكل، 2 كي موجب زائد 2 NO3 سالب، لأنه أقياس محلول، زائد هذا راسب، الراسب بتينش بضل زي ما هو BB
I 2. تعال نحذف المتشابهين. مين عندي المتشابهين هون؟ بلاحظ ال N و 3 هي ال 2 N و 3 مع ال 2 N و 3. ال 2 K موجب مع ال 2 K موجب. ايش بضل عندي؟ بضل ال B B موجب 2 زائد ال 2 I minus بديك ال B B I 2. وهذه بسميها ايش؟ المعادلة العيونية الصافية. تعال ناخذ سؤال صفحة 74. في عندي سؤال، سؤال صفحة 74 بقول لي اكتب كل من المعادلة الكيميائية الموزونة المعادلة العيونية الصافية نفس الشيء لتفاعل محلول نترات الفضة مع محلول كرومات الصوديوم. هاي نترات الفضة AgNO3Aqueous زائد محلول بوليوم زائد كرومات الصوديوم Na2CrO4. ايش بديك؟ NaNO3 زائد AG2CrO4. تعالي نوزع المعادلة. الصوديوم 2 بد 2 هان، ال AG 2 بد 2 هان، يبقى المعادلة ايش مالها؟ موزونة. هنكتب المعادلة الأيونية. هذا بدك بالمعادلة الأيونية. هاي الاثنين هذي للكل، يعني 2 AG بلس زائد 2 NO3 سالب زائد 2 Na موجب زائد CrO4 سالب 2 دقيق. هذا برضه محلول 2 Na موجب زائد 2 NO3 سالب زائد هذا راسب بضل عند راسب بتلينش AG2CrO4. تعال نحذف المتشابهات. عندي مين عندي المتشابه؟ عندي هاي 2 Na مع 2 Na، 2 NO3 مع 2 NO3، يبقى المعادلة عندي تصفى 2 AG موجب زائد CrO4 سالب 2 بيعطيني Ag2CrO4. وهذا ايش؟ السلب الصلب اللي عندي. وهذا كله ايش؟ اسمها اللي بنسموها المعادلة الأيونية الصافية. في سؤال معك واجب بضل. السؤال الثالث صفحة 75. السؤال ثلاث صفحة 75 واجب. يعطيكم العافية.